سبحان الله كأنه هذا الميت الآن لعبة والله. نقول لهذا الشيخ اليوم احنا نضعك هنا ثلاث ساعات يلعب بك ثم هناك ثلاث ساعات يلعب بك، ما يصح هذا. أقول هنا غسلوا كفن واصنع فيه ما تريدوا ثم نأخذ عندنا ونحن نلعب فيه نصنع فيه ما نريد، ما يمكن، هذا حق للإنسان. والله لو كانت دابة بهيمة بقرة ما تصنع بها هكذا. فهذا قلنا الآن يكتب وصية يكلم هؤلاء من أقرباء النصارى يقول أنا لا أريد منكم شيئا، أنا أريد أدفن كما يدفن أهل الإسلام، الذي يحبني منكم يتركني أدفن مع المسلمين، لا تلعبوا بجسدي بعد موتي. نعم.